سلامة لأخت صبيرة عاشور. راه قالها لي. شكرا الأخت صبيرة، بارك الله فيك. ها صبيرة عاشور ما عنديش في لا ليست. السي فوزي كايناش في لا ليست، ما عنديش في لا ليست هنايا باش نقدر نطلعها، خاصها دير لي انفيتاسيون. لالا صبيرة حاولي انك ترسلي لي لانفيتاسيون من فضلك. انا كنصيفط لكم السي عبد القادر في الكون ديال صبيرة.
اهلا وسهلا سي عبد القادر، السلام عليكم، تبارك الله عليكم. كنعتذر لك سي عبد القادر برزتناك هذا النهار. بالعكس والله، إذا سمحوا لنا بالعكس انتوما، والشكر نطلب السماح حتى من الناس اللي كانوا كينتظروا. ما عرفتش انا كنصيفط من الجوجيه اللي فيسبوك اللي عندي ومن الباج ديالي، وكنرسل ما عرفتش من البورتابلات ديالي ما بغاش يخدم، ما عرفتش علاش حتى جيت عند صابره وجيت وكنظن انه عند الباج مشكل نتاع ديالي. الكونيكسيون. يمكن ما عرفش، لا بالعكس كترجع عندي انا ما عرفش، انا كان لونسي ما كتوصلش. دو توت لي فاسون، المهم كان نشكرك على تقبل الدعوة سي عبد القادر، نتمنى انك لا تكون بارك الله، بخير وعلى خير انت والعائلة المحترمة. دونك في رضا بارك اللقاءات الله. السابقة تحدثنا كثيرا عن السياسة والانتخابات بمدينة توريت، مدينة جدة. بدو اليوم اللقاء يتجدد لنقارب أيضا موضوع الفن والثقافة من خلال استضافتك. من هو عبد القادر بن البشير بالضبط؟ تفضل سي عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي بعد ستاسيوني. تفضل خذ راحتك سي عبد القادر. ستاسيوني. السلام عليكم، تبارك الله عليكم. بارك الله فيك. السلام ورحمة الله. أولا كنشكرك الأستاذ منصف على الدعوة ديالك، وفي مرحبا. الحقيقة جاوني مؤخرا يعني سيرتو في هذا الموسم الصيفي مجموعة ديال الدعوات ومن طرف مجموعة ديال المنابر الإعلامية اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا، لأنه بغاو يقوموا معايا بمجموعة ديال التغطيات وحوارات إلى غير ذلك، غير أنه ما كنتش مستعد نظرا لظروف، وبغيت نختصرته انه كان يعني المغرب مشغول بالاستحقاقات الى غير ذلك، بغيت نخلي يعني حتى تدوز هذه المرحله هذه عادي، يمكن لي انني نقدر ندير حوار مع شي صحفي ولا، وجات مرحبا. الدعوه من عندك. ربما هذا السنه يعني تقريبا هذا الموسم كامل درت غير مع واحد الصحفيه وحده، حيتاش كانت سافرت بعيد وعندها شي قناه في امريكا، درت معها واحد ريبورتاج سيتو، ودابا هذا الطلب جا من عندك سي منصف، وانت تبارك الله عليك عزيز وغالي بارك الله ومثقف، فيك، وأنت وانك كذلك سي عبد القادر. كتمثل الاخوان ديال الجاليه في فرنسا، وكنبلغ لهم السلام من هذا بارك الله فيك، البلاد مرحبا. ديالنا، وتبارك الله عليكم سي منصف. مرحبا مرحبا سي عبد القادر، ومرحبا بك أونكور أون فوا. بارك الله فيك. من بالنسبه هو عبد القادر بن البشير بالضبط؟ الكل يعرفك، وكاين اللي ما كيعرفكش، وهاد الناس اللي ما كيعرفوكش نقول لهم شكون هو سي عبد القادر بن البشير. تفضل. القادر بن البشير يعني كيما نقولوا عادي، الحمد لله كان زاول الفن اللي نعقل على راسي في صغري، وانايا كنتعاطى لهذا المجال الفني، وربي خلقني هكذا يعني احب الفن، كان عشق الفن يعني كيجري فيا مجرى الدم الفن بهذا المعنى. دونك هذا لو دون اللي عطاني الله بطبيعة الحال لقيت واحد التشجيع من طرف العائلة والوالدين إلى غير ذلك، كنشكرهم من هذا المنبر هذا، لقيت كذلك دعم من طرف الأساتذة ديالي، لقيت دعم من طرف الناس ديال الإعلام، وكنستحضر في هذا الحوار هذا يعني الوالد ديالك سي عبد اللطيف الرامي كان كيكتب في جريدة الصباح، كنشكرهم هذا المنبر اللي حتى هو يعني لعب واحد الدور كبير، هو والزملاء ديالو والناس يعني ديال لا بريس والقنوات، وكنشكر جميع الناس ديال الاعلام كاملين بدون استثناء، المحليين والجهويين والوطنيين كذلك الدوليين. اذا الفنان التشكيلي خطاط كان نبغي الفن، كان بغي اريد ان ارى كل شيء جميل في الحياه ديالي، كنت مجموعه ديال الانشطه الفنيه، وليس وما كانتش سهله يعني الحياه ديالي دازت كلها فن، ولكن كانت فيها اكراهات كثيره بهذا المعنى، يعني الفن ماشي سهل، يعني انا ما كنتش كنقلب على اساس فقط باش نولي استاذ ديال الفن، ولا مثلا نكون واحد الرسام صافي كيرسم باش كيزوق دارو، بل انا كنت دائما كنتمنى نكون واحد الفنان ديال العالم، ديال الناس، ديال المجتمع، ديال البيئه، ديال يعني ديال لونتوراج كامل اللي يكون فيه،
يعني ما ولهذا بقيت كنركز على انني نمثل الاسره ديالي والحي ديالي والمدارس اللي كنقرا فيهم وكذلك المدينه والبلاد ديالي. علاش لا؟ باش انني ان شاء الله نكون واحد الاستاذ في هذا المجال الفني. والحمد لله يعني وصلت لذاك الشيء اللي كنت كنتمناه، ومازال ان شاء الله للمستقبل ان شاء الله نتمنى باش يكون المزيد. وبالنسبه لي هذا المجال الفني تمنيت انه يكون يجري في كل المجتمعات مجرى الدم، لانه هذا الفن لمسته وشتوشني أكيد فيه هو حس وانسنه. فوالا. أكيد أكيد. اذا نعم. سي عبقادر، اسمح لي لا قاطعتك. يصفونك بمدينة تاوريرت وبكل المدن المغربية بالفنان العالمي، وعندما نتحدث عن العالمية نتحدث بطبيعة الحال عن الإنجازات العالمية. ضعنا أكثر في الصورة من فضلك سي عبقادر. إذا بالنسبة للفنان العالمي أو كما يطلق عليه أو الفنان الدولي، هو هذا يعني ماشي اسم اللي درته أنا، بل طبيعة والتماشي ديالي مع هذا المشوار الفني هو اللي جعل الناس اللي هما مهتمين بهذا المجال وهم اللي يعطوني هذه الصفة هذه، لأنهم هذه ماشي أنا تخرجت وقلت لهم أنا الفنان الدولي أو العالمي أو إلى غير ذلك، بل الأعمال ديالي والأنشطة اللي كنقوم بها على الصعيد الدولي والمحطات والمهرجانات والدعوات التي أتلقاها يعني كل سنة من طرف مجموعة من الدول، والمشاركة ديالي في المهرجانات الدولية والشواهد وكذلك الدبلومات ولي بري اللي خديتهم في الأعمال الفنية ديالي في الديار الأوروبية إلى غير ذلك، هي اللي أوتوماتيكمون كتعطيك هذه الصفة هذه. يعني هذه الصفة ماشي أنا اللي، هذه ماشي دبلوم ولا شي حاجه، بل هي صفه بحال شي واحد لاعب دولي. كنشوف واحد اللاعب كيلعب في المغرب، كيلعب في الجزائر، يلعب في فرنسا، يلعب في بلجيكا، يلعب في هولندا، دونك انا كنتفرج لهذاك اللاعب فين كيلعب والاحترافيه ديالو، غادي بطبيعه الحال غادي نقول له لاعب دولي، يعني لانه كي الفن ديالو ما بقاش مقتصر فقط على المدينه، بل عطى واحد الاشعاع على الصعيد الوطني المحلي الجهوي الوطني ثم الدولي. يتعلق الامر بتلك المشاركات وتلك الانجازات الفنيه على الصعيد الدولي. سي عبقادر، في هذا الإطار لاحظنا أن جميع لوحاتك التشكيلية تميل للونين الأسود والأبيض وتبرز المرأة، فبالتالي هل هي مدرسة تشكيلية لعبد القادر بن البشير أم هي مدرسة مقتبسة؟ تفضل. بالنسبة للأسود هو النغيير بلون، يعني اللي في الحياة ديالي سبونتانيمون لقيت راسي كنشتغل عليه، اللي في الحقيقة في التالي اكتشفت أنه هو الخلوة، هو الليل، هو وقت الإبداع. إذا وقت الإبداع الليل، وقت الهدوء والسكون الليل، ثم إخراج تلك اللمسات الفنية وتلك الأنوار عبر لوحات فضاؤها أسود. هو ليس بشيء مصطنع، بل هو حقيقة كيعيشها أو كنعيشها كفنان، لأنني أحب الأسود في كل شيء. الأسود عنده دلالات، عنده أشياء، وكذلك استغلال. عندي جوج ديال الاشياء في الحياه ديالي كنخدم عليهم بزاف اللوحات. كان سميتو ذكرت لي مثلا بحال المراه بالنسبه لي هي كل شيء في الحياه. المراه هي الام، هي الاخت، هي الصديقه، هي الرفيقه. خلقنا يعني الله سبحانه وتعالى الازواج لتسكنوا اليها. اذا المراه هي منبع الإبداع، هي منبع الجمال، هي منبع الأنسنة والإحساس، لأنه ربي سبحانه خلق المرأة وأعطاها هذه المميزات وأعطاها هذه الأشياء. إذا رغم أن الرجل يتميز بأشياء، ولكن المرأة لها دور كبير جدا، يعني وكما يقال وراء كل رجل عظيم امرأة. دونك على أساس هذا المعنى وعلى أساس أنه المرأة مؤخرا يعني القاتل بكل صراحة، يعني أنا كفنان كنشوف المرأة وقع شيئا ما من التهميش بصراحة، وقعت اغتصابات، وقعت الأذى، وقعت بزاف ديال الأشياء، وأنا كفنان يعني بديت ندخلها في اللوحات ديالي،
لي على الأقل أعالج بعض المواضيع عبر ريشتي الفنية في مواضيع مختلفة كتكريما للمرأة. سي مقدر، كنعرفو انت كفنان عالمي عندك مجموعة من الانجازات بالمغرب والخارج، كان بامكانك تمشي لاحسن الدول الاوروبية وتشتغل بها. اليوم انت تقطن بمدينة تاوريرت وبطريقة جد عادية، انسان خلوق ومتواضع. بغيناك تكلم لنا شوية على الوضعية الثقافية والفنية بمدينة تاوريرت، علما انه عندنا بزاف نتاع الجمعيات اللي كتمارس الثقافة والفن بتوريت. شنو هو التقييم ديال عبد القادر بن البشير للفن والثقافة بمدينة تاوريت؟ اولا انا من الطبع ديالي تلقيت مجموعه ديال الدعوات من طرف مجموعه ديال الدول اوروبيه، على اساس انني نقدم تما ونبقى تما بالفن ديالي، ولكن غيرتي على وطني وعلى مدينتي توريرت يعني جعلتني انني كما نقولوا سكنت فيها، كليت فيها واحد الطرف ديال الخبز، لقيت ناس ديال توريرت، ناس تبارك الله طيبين، ناس كرماء، ناس يعني رغم انه كاين بعض الاختلافات بسيطه، ولكن توريرت كتجمعها عندها قاسم مشترك اللي هو الكرم، الاخوه، الاخلاق الى غير ذلك. مدينه زوينه، ناس زوينين، دونك بقيت دائما كنقوم بمبادرات فنيه تطوعيه وبعض الاحيان من المال الخاص لكي يعني اترجم تلك الاشياء الجميله الفنيه في الطرقات وفي القنطرات وفي جداريات إلى غير ذلك. الغرض من ذلك هو النهوض بالمدينة في المجال الثقافي والفني وكذلك الجمالي. ولا أنسى من هذا المنبر أن أشكر كل من كان يساعدني ويدعمني ويشجعني من عامل إقليم توريت، من رؤساء المجالس الجماعية اللي فاتت، من العمال كذلك اللي دازوا كاملين، من المجتمع المدني، من ناس الإعلام ديال توريت، ومن ساكنة مدينة توريت، وكذلك المجتمع المدني. يعني الكل في تلك المدينة يساعد ويساهم في الفن. هناك بطبيعة الحال بعض الفئة قليلة التي تعكس التيار الفني، ما أريد أن أقول لهؤلاء إلا يعني ذاك طبعهم، ما غاديش نقدر نغير واحد الإنسان اللي لا يعني ما يعني خصوصا أني أنا إنسان يعني بعيد عن كل السياسة والانتماءات، بعيد عن كل شيء. أنا يا كفنان أنا للجميع، لكل الأحزاب ولكل التيارات وكل الجمعيات وكل الميادين والقطاعات. يعني ما عنديش واحد التمبر اللي كانت مشي عليه إلا شعار واحد اللي هو الله الوطن الملك. دونك يعني هذا الشعار يعني بغيت كفنان، ربي عطاني هذه الموهبه انني نبين الصوره ديال البلاد ديالي في احسن صوره في المجال اللي عطاني الله سبحانه عز وجل. اذا في هذا المجال حاولت باش بل اكثر من هذا، اريد ان امرر بعض مجموعه من الرسائل من خلال الانشطه الفنيه والتوعويه اللي كنديرها لاجل لفت الانتباه كل الفنانين والشباب المغاربة وكذلك المسؤولين في جميع القطاعات لكي ينتبهوا لهذا الفن، لأنه له دور فعال جدا في التنمية المجالية، دور فعال في نجاح أمم، دور فعال في 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 التربية والأخلاق والسمو بالروح. يعني هذا الفن التشكيلي ليس سهل، يعني وخير دليل، خير دليل أنه تأسيسي لدار الفنان بمدينة توريرت يعني استقطاب مجموعة من الشباب، لقيت الناس متعطشين لهذاك المجال. كذلك دار الفنان بمدينة قرسيف، تخيل قرسيف، وقرسيف مدينة اللي درت فيها دار الفنان، يعني كيقراوا فيها مجموعة ديال الأطباء والدكاترة، يعني غادي شي حاجة نوصلوا ان اللي شاء الله لهذه النقطه السي عبد، غير احنا لاحظنا يعني كرأي عام في مدينه توريت ان بقدر ما عندك انجازات كبيره وجميله، بقدر ما كتتعرض احيانا لبعض الانتقادات جارحه. يعني واش كتظن بان هذه ضريبه نضال في النضال الفني لسي البشير؟ هي ليست بضريبة، بل للنار أهلها وللجنة أهلها، يعني كذلك للنجاح أهله
ولأعداء النجاح أهله. يعني هناك أناس يطلبوا الله سبحانه باش ينور البصيرة ديالهم، دورهم فقط إحباط، و كما نقولوا بالدارجة كيديروا العمود في الشرارة، أو لا يكريتيكيو، يعني ما عندهمش حاجة أخرى. خصوصا أنه أنا معروف، يعني كنقولها دابا وكنصرح بها أمام المسؤولين، أمام بزاف ديال سميتو، أنني ما عمري تعطات لي شي ميزانية كبيرة ولا شي حاجة باش نشتغل بها وندير بها شي حاجة، وكما نقولوا وما بانت لا ولا كان سعب سامي. القدر، سعب القدر، غير باش نوضحوا واحد النقطة. أنا كشاب وكنشوف سي عبد القادر بالبشير تعطاته ميزانية، أين المشكل؟ ما بالعكس، المشكل انه نعم، ولكن المشكله اللي كاينه هنا، وهي هناك ارقام ترقص في بعض المواقع الاجتماعيه، اقول ترقص لانها ما كايناش اصلا. لولا كان غير بعدا كانت تحتاج كما نقولوا الى كانت الهضره، يعني تكون شي حاجه مما كانت، ولكن كانت ابداعات، وكان واحد الدعم يعني بسيط، ماشي شي دعم كبير، اللي درت به مجموعه ديال الانشطه اللي اضطريت انه، خصوصا كنذكر انه كان السي عبد اللطيف الرامي مشكور من هذا المنبر، انه كان يحضر معايا مجموعه ديال المهرجانات السيفيتي ديالي، بحكم انه كان يقوم بالتنشيط ديالها، وكان يسهر على بزاف ديال المجموعات، والاخ كذلك حماس، يعني كانوا كيشوفوا كل شيء بعينيهم، لا الناس اللي كتمولنا شكون اللي كيحتضنوا المشاريع، يعني ما كانتش شي حاجه اللي كانت حتى الناس كيكونوا معايا، لدرجه في الاخير كنبقى نجبد يعني من المال ديالي الخاص باش كنكمل ذاك المهرجان. يعني وراه حتى السيد العامل عارف هذه النقطه، هذه الناس المسؤولين عارفين هذه النقطه، المجلس الجماعي عارف هذه النقطه، يعني ما عمر شي مخطر درت شي نشاط وما زدتش من جيبي، يعني دائما كنزيد لصالح المدينه. اذا بما انني انا ماشي رجل سياسه، ماشي عندي شي حاجه، ماشي شي، وكندير اشياء اللي هي جميله للمدينه فقط اضافيه، وكيجي واحد مثلا كما قلت انت وكيجرح ولا كنتو، هدفي غادي نقدر تكلاسيه، واش انا مثلا غادي نقدر نجي من خلق اسود خلينا نرد بيض؟ ما يمكنش هذا، حتى باش نخسر انا الوقت ديالي باش نوض نوعدو ولا نبقى نشرح له، ولا ما غادي، انا كما نقولوا ما عنديش ذاك الوقت هذاك، غادي ما يكون عليك عندك انا ذاك الوقت باش كضروري دير لوحة نحدث تشكيلية سي عبد القادر، هذاك الوقت غادي فوالا، ديرو في يعني لوحة. ذاك الوقت اللي غادي نضيع فوالا. اذا بحكم التجربه ديالي اللي خديتها، انني ما كنلتفتش، يعني انا اشتغل والحمد لله، عندي دابا بروجرام الى كتب الله، نطلب الله يرفع علينا هذا الوباء، انا آمين. نشتغل عليه، يعني الحمد لله توريرت توريرت بفضل الله، يعني كنت بين الاوائل اللي بينتها اعلاميا على الصعيد الدولي والوطني والى مجموعه ديال الانشطه، وسببها هو هذا الفن وهذه الانجازات. يعني بزاف ديال القنوات اللي تكلمت على التوريرت على اساس دوك اللمسات الفنيه بانت التوريرت، يعني يا ريت لو كان مجموعه ديال الشباب اللي كيشتغلوا دوك البلاصه الكريتيكي، حتى هو ينوض يبدع ويدير شي حاجه اللي تبين للمدينه، هادو الا كيقول انا ولد المدينه وغير على توريت. اما الا تدخل مثلا وتقاتل وراه دار هذيك وراه فعلت لك ولا ما دارش ولا، وانا اذا مشيت بقيت نوقف في الطريق راه ما غاديش نقدر ولهذا كما نقولوا انا اشتغل فقط واصدق في عملي، والله سبحانه عز وجل ما كيزيدني الا ثباتا والا نجاحا، والحمد لله حنايا كنوكلين على الله، والبلاد ديالنا زوينه، ونتمنى ان شاء الله باش نعطيوها، لانه كتمثل كل شيء بالنسبه لنا. سي عبد القادر، توريت فيها توريت ودبدو كذلك، فيها مجموعة نتاع الشباب فنانين، حتى هما كيرسموا وكيغنيو يعني فنانين، ولكن ما كاينش واحد الجمعيات اللي كتحتضنهم. أين الخلل في نظرك سي عبد القادر؟ هو كاين تبارك الله توريرت هائله بالطاقات، يعني الطاقات والمواهب في جميع الميادين، سواء الرسم والتشكيل والخط العربي والموسيقى الى غير ذلك. كنت اتمنى ان تكون واحد الجمعيه ام اللي تجمع هذا الشمل هذا، غير انه يعني كاين جمعيات، هناك جمعيات فنيه تشتغل في هذا المجال، غير انه يعني كتلقى مثلا كل فنان في الميدان ديالو كيبحث على راسه، يعني كما نقولوا من حقه انه يبحث عن قوته الى غير ذلك، يعني ما عندوش دعم شي بلاصه ولا ضروري، ما انه غير يعني كتلقاه يعني هذاك اللي كيعطي من طرف وزاره الثقافه ومن طرف مجموعه ديال
الصوت كيتقطع سي بالبشير، عندك كان عندك مشكل في الكونيكسيون. كتسمعني أستاذ؟ يعني إذا الو، كنا تكلمنا فوالا، إذا كنا إذا تكلمنا على العمل الجماعوي، العمل الجماعوي عمل إحساني، عمل خيري إنساني. إذا هذا الرسام ولا هذا الشاعر ولا هذا، يعني كما نقولوا غادي يشتغل، ولا الزجاج ولا غير ذلك كجمعية، وغادي يتجمع ومسكين بعد على الأقل هو كيطلب، مسكين يبحث على راسه باش يجيب قوته يومي إلى غير ذلك. غادي يمشي يبدع لهيه، يرسم لهيه. يعني كاين بزاف ديال، غير مثال مثلا نتكلم على رسام مرزوقي، تبارك الله فنان، تبارك الله وعنده موهبة، تبارك الله ومبدع. يعني اشتغل مجموعة، يعني مؤخرا مثلا خدم واحد الورشة كبيرة ديال الفن في شي بلاصة، ولا مسكين باقي بالدبس غير مع الخلاص يخلصوه، ولا ما كيخلصوش، ما باغيش يخلصوه، ولا شي حاجة وقع شي مشكل في هذا الجانب. إذا يعني هو مسكين كي غادي يدير، غادي ينشط معك جمعويا. إذا الخلل فين كاين؟ الخلل هو الدعم، ما كاينش، هو اللي كيخلي لي زارتيست مساكن مشتتين. يعني إذا بغاو يتجمعوا خص يكون واحد الدعم، وتكون يكون واحد الإطار اللي يحتضن هاد المواهب والطاقات الشبابية خصوصا، ويدعمهم، وتبارك الله غتكون الحوايج زوينة. هذا هو الخلل فين كاين أنا كنشوف. بصح القدر، الانتخابات سالت، تم التصويت على الأغلبية والمعارضة. اليوم عندنا مجلس جماعي في مدينة توليرت بمعارضته وبأغلبيته. هل تراهن على هذه المجموعة في الأغلبية أنها سترتقي بالمجال الفني بمدينة سترقى بالمجال الفني والثقافي بمدينة توليرت؟ نريد جوابا صريحا من عبد القادر بالبشير، تفضل. أولا من هذا المنبر أود أن أشكر جميع المجالس الجماعية اللي فاتت والرؤساء، أذكر بأسمائهم، يعني من بلين عقل، من اللي كان ميلود ناصر، ثم محمد صغير، ثم جل بشير بوخريص. يعني أنا يا في هذا المجال الفني اللي كنت نشتغل عليه، علاش؟ أولا أنا بعمر بس دوري الباب في وجهي، بكل صراحة دائما كنلقى التجاوب، كنلقى الدعم، واخا ماشي كافي، ولكن كيديروا يد المساعده وكيوقفوا معاك بزاف ديال الامور. كنشكرهم من هذا المنبر. اذا لانني اصلا ما عمري طلبت شي حاجه خاصه، انا منين عقل على راسي ما عمر دقيت شي باب ديال شي مسؤول او ديال شي قطاع لاجل طلب الاشياء الخاصه ديالي. الاشياء الخاصه ديالي كتخصني سي منصف، انا كنحفر عليها بيديا، وكنتوكل على الله، وكنطيح وكنوض، وكنطيح وكنوض حتى كنلقى راسي. اما الاشياء انا اللي كتشوف، الا شفتني واهز شي ملف ولا كنوقف في الادارات، الا كتكون شي حاجه اللي هي عامه، يعني تلك الانشطه اللي قمت بها في مدينه توريت والمهرجانات التكريميه الى غير ذلك، كلها يعني تصب في المصلحه العامه، وكذلك يعني بزاف الامور. دونك كنشكرهم جميعا. المجلس المقبل ان شاء الله، كنتمنى ان شاء الله بطبيعه الحال اللي كيترأسوا الان محمد ناصر، اذا اللي هو كان نائب برلماني، هو حد ذاته باش كان نائب برلماني حتى هو، كان كيتواصل معنا، كيتعامل معنا، كيشجع، ولو ماشي بالدعم المادي، ولكن كان حتى هو كيقوم بمجموعه ديال المراسلات كبرلماني في هذا الشأن وهذا الحق الثقافي. كنشكر كذلك، وانا اتفائل خيرا، لانه اكيد انا كما نقولوا جو سوي سيغ سيغتان انه المجلس الجامعي كيف ما كان لونه، اذا كان شو الله سبحانه عز وجل كيقول واحد الايه القرانيه، عبد الله الرجيم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما تغير ما بانفسهم. بانفسهم. احنا صدق الله العظيم، احنا كساكنة ديال مدينة توريرت، أكيد إذا كان مطلبنا إيجابي وللصالح العام، ما يمكنش غادي يسد عليك شي واحد الباب. هذا هو اللي كنشوف أنايا، أتفائل خيرا، ونتعاون معهم حنا كجمعيات، لأنه في جميع الحالات نتعامل مع الإطار، أكيد ولا نريد أن ندخل في العلاقات الشخصية. إذا والفن هذا هو الضوء، سيرتو أنا والفن، علاش كنهضروا دائما على الفن وبغينا الشباب نورثوها الفن؟ لأنه من كيكون واحد الإنسان عنده واحد الحس فني، كيكون واحد الإنسان اللي هو
دائما المصلحة العامة تطغى عن العلاقات المصلحة الشخصية الشخصية. ومصالح المصلحة الخاصة. سي عبد تقدر تكلم لنا على المشروع نتاع دار الفنان بمدينة قرسيف ومدينة تاوليرت والفرق بيناتهم من فضلك؟ من بالنسبة حيث المدن، من حيث المدن. نعم، إذا هذه صافي كيما نقولوا 5 مو أو 5 أو 5 سنين اللي أسسنا فيها دار الفنان، اللي اقتدت بها بالمجموعة ديال المدن المغربية اللي تاهما يعني عجبتهم هذه الفكرة، وبداوا بحرف وجدان، دارت واحد المعهد ديال الرسم، دارت يعني كانت البادرة أو البداية والمبادرة من مدينة تاوريرت، وهذه يعني تقريبا هذه العام السادس دابا. إذا كانت فكرة ناجحة وأعطت واحد نتيجة، قمنا بالتنقيب على مجموعة من الطاقات الشبابية، قمنا بتقطيرهم ودعمهم لدرجة أنه هناك شباب اللي تلاميذ اللي قرأوا عندي أنه احتلوا المراحل المراتب الأولى اللي نظمتها على الصعيد الوطني وزارة التربية الوطنية في مجال الفنون التشكيلية، وهذا يعني كي يثلج الصدر وكيزيدنا إلا دعما وتشجيعا، وكنعرفوا بأنه نحن في الطريق الصحيح. بعد ذلك بطلب من ساكنة مدينة القرسيف قمت كما نقولوا بكلاء يعني واحد لابارتمون تما من مالي الخاص، ودعمتها من مالي الخاص لكي كذلك اقوم بمبادرة يعني كما دارت مدينة تاوريرت. اذا ودرنا دار الفنان، غير انه يعني دار الفنان ديال تاوريرت يعني الحمد لله كيقراو فيها الشباب، الفرق بيناتهم وهو انه دار الفنان ديال القرسيف يعني كيقراو فيها بزاف الاطر الطبية. تاوريرت لا، تاوريرت كيقراو وليدات صغار، ولكن الناس الكبار كأطر طبية داكشي ما كيقرا، مي كرسي فيها تبارك الله طبيبات أطباء كيقراو تما يعني كيقراو. السي عبد القادر كتربح أموال من هذا المشروعين اللي عندك، ولا أموال مادية ولا معنوية؟ فسرنا أكثر من فضلك. بطبيعة الحال أنا ما كنربح حتى شي حاجة، إلا ما زدتش من جيبي ما كنربحش، يعني حتى الناس اللي كيخدموا معايا بعض الاحيان كنضطر نخلصهم من عندي، يعني دائما هذا اجتهاد الفنان والدير سي منصف راه بحال البليه، شي بليه اللي قاسحه بزاف كما نقولوا على صاحبي، يعني الفنان انا ما نعطيك غير المثال بالاب ديالك سي عبد اللطيف الرامي اللي تبارك الله بكل صراحه افتقدته مؤسسه اللي كان اش غادي نقول كان اجتهاد بزاف. انا كنت كنشوفه حتى هو كيدير مجموعه من الانشطه، محب لك النادي ديال الصحفيين الشباب اللي تبارك الله كان يدعمه من جيب ديالو بعض الاحيان، وماشي بعض الاحيان بل دائما كيزيد من عنده وكيسهر عليه منذ بدايه السنه الى نهايه السنه، ويحتضن الشباب يعني والتلميذات والتلاميذ وكيكونهم هو واش عنده شي سالير ولا شي حاجه مشي بلاصه اخرى، او لا راه باغي يطلع لشي شي منصب ولا شي حاجه باش، لا هو دا التقاعد، بل هو ربي عطيه هذاك العمل الانساني كيديره بحال اللي كانوا يقولوا مفروض عليه. اذا كذلك المجال الفني بالنسبه لي هو مفروض عليا كما نقولوا بالدارجه بالهلايقه زين كما نقولوا، انا هكذا تحطني الله سبحانه عز وجل، يعني انه فنان اريد الخير في البلاصه اللي كنتحط فيها، كنبغي ديك البلاصه تكون زوينه فيها الفن فيها الانشطه الثقافيه فيها رواج فيها بزاف تنميه. وعلى سبيل نعطيك مثال علشان انا كنولي كنركز على هذه النقطه هذه، وراه مثلا تركيا راه شكون اللي السبب ديال الازدهار ديال تركيا؟ راه الفن والثقافه، خدمه السياحه ديالها بالتمثيل وبالمهرجانات الدوليه ديال الخط العربي والفنون التشكيليه وبالمتاحف وبالمآثر التاريخية والأفلام، إذا خدمت البلاد ديالها. حنا مازال هذا هو اللي كنركز عليه، هناك البعض بل نقدر نقول لك كثير من اللي مازال ما بغاوش يعرفوا قيمة هذا الفن، لأنه الفن راه عنده دور فعال. وتخيل ودي السي منصف، أنا والله العظيم وربي شاهد، لو كان عندي دعم مدينة تاوريرت راه كنشوف تاوريت راه ماشي شي حاجه صعيبه، بتنسيق مع العمالة والمجلس الجماعي وبعض الهيئات ديال المجتمع المدني والسكينه، راه نردوها واحد المده وجيزه تنافس المدن السياحيه الكبرى. وهنا كنستحضر دبدو اللي تبارك الله فيها ما فيها، يعني دونك يعني علاش سؤال مطروح، علاش نتمنى انا هذا هو الملتمس ديالي من المجلس الجماعي الجديد،
انه ان شاء الله يديروا واحد الخليه اللي غادي تسهر طبيعه الحال بتنسيق مع العماله اللي تسهر على هذا المجال، الشان الثقافي والفني والجمالي ديال المدينه، وكذلك التنموي من البنيه التحتيه وطلع الفوق. يعني ما حنا ما غاديش نجيو حنا من الفوق غادي نزوقوا، ولكن تكون واحد الخليه اللي فيها اطر فعاله اللي تنسق ان شاء الله ودير واحد البرنامج سنوي وفيه واحد اللجينات ويأطروا، وتكون داك الشيء مأطر، تكون اجتماعات ماراثونيه باش وتكون يعني فيها العماله، فيها البلديه، فيها مجموعه ديال سميتو، وان شاء الله نهضوا بالمدينه ديالنا، وغادي تشوف النتيجه كي تكون دايره. اما اذا كان المجلس الجماعي كل يشتغل بطريقته، والعماله تشتغل بالطريقه، والمؤسسات الاخرين بطريقه، والمجتمع المدني بطريقه، ولو يعني ما عمر غادي نقدروا نزيدوا لقدام. بالعكس خصو تكون بحال يد وحده، العماله البلديه، المجتمع المدني، الاعلام، الساكنه، لانه مدينتنا هذه. لو ميم اوبجيكتيف، نفس الريهام، نفس الهدف. فوالا، الا تزادت واحد الشجره في المدينه، وانا نهار درنا ايرو في توريرت. واش عندنا دوك الركيزات تاع السي منصف. كنشكر هذا المنبر اللي سي عبد الحميد بارده اللي دعمني بدون اي خلفيه. وكيرجع الفضل كذلك السي موسى فارسي. اذا الو في التليفون شنو خصنا بغينا نديرو طاطق فاترك هادوك كادر تم التخريب ديالهم، ياك تم التخريب ديالهم. كاين شي تخريب تما، كاين شي تخريب واوقع، يعني راه عياو يحديو عينا ما كنحضيو. اذا كاين واحد التخريب كبير، اذا ماشي غير ماشي غير ماشي غير في هذيك ايرو، بان بزاف ديال الحوايج اللي درناهم في التوريرات. اذا وقع الكريتيك، والسيد كان غير وشنط ضجه كبيره، السيد قاعد في الشركه ديالو، حنا اللي اقتحمنا الباب بدون اي خلفيه، السلام عليكم السي حميد، بغينا نديرو جونا عجبو المنظر. مشيت عند السيد العامل كنشكرو من هذا المنبر، السيد رئيس المجلس الجماعي السيد بشير بوخريز حتى هو كذلك المجلس الجماعي، الموافقه، خرجنا درنا واحد اللجنه، خرجنا لهم بلاسمون، درنا حويجات، سهرنا على داك الشيء، وقفنا خدمنا، ساينا تحطت. شي يقول لك خصنا التانتور في السبيطار، شي يقول لك الطرق محفرين. واش انا في السبيطار خدام؟ انا اشتغلت في الحق الفني والجمالي ديال المدينه، اذا عطيت في ذاك المجال هذاك. هذاك المجال ديال المستشفى عنده الاختصاص ديال الاخصائي ديالو، كذلك الطرقان عندهم الناس ديالهم، اذا كل حاجه عندها الناس ديالها. وراك تقدر تلقى راك تقدر تلقى بالعكس بالبشير، هذا كمثال، يقدر شي نهار بالعكس بالعلاقات ديالو يقدر بعض المرات ولا تكون يكون في الدار يرسم المستشفى، يعني اللي هو مخرب بمدينه التوريت، يقدر يرسمه لنا في واحد اللوحه اللي من خلالها كينادي هذا المجلس الجماعي ولا المؤسسه اللي الاخر باش انها تصلح هذا المستشفى. بالعكس السي بالبشير عنده مجال كيختص فيه، من حقه انه يطرق الابواب نتاع الناس اللي عندهم شركات نتاع المجلس الجماعي. بالعكس هذه ما فيها مشكل، بالعكس انا لا ارى المشكل. إذا أنا كنحاول، إذا أنا كان أنا الرسالة ديالي لساكنة مدينة توريرت وللمجتمع المدني والإعلام ديال مدينة توريرت خصوصا، ولكل المسؤولين والغيورين على المدينة من الجالية ومن الساكنة، أنه نفتتوا العلاقات الشخصية السيئة والحسابات والتحزبات، يكون الحزب ديالنا الوحيد في توريرت وهو يعني الارتقاء بالمدينه ديال توريت. انا هذه هي الرساله ديالي، انا نكون واحد من دوك العائله ديال مدينه توريت، اللي غادي يكون فيها العماله ديال توريت والمجلس الجماعي ومجموعه ديال المحتضنين لمشروع تنميه توريت. وراه الا كنا هكذا وما تفركتناش وطرقنا الابواب، ونعطيك واحد اسمح لي واحد المشروع كنت جبتو لتوريت، راه قدو بالقداش، اللي جا وزير الثقافه عينه مباشره من الرباط. وتخيل كانت واحد التيران غير جيس كما تنو، ذاك التيران راه في توريت، واحد التيران فيه 400 متر، هاد التيران كان فيه الكنيسه. هاد التيران كيفاش جات الفكره ديالو؟ انا شفت ذاك التيران، مشيت دخلت دقيت على السيد العامل، مشكور انا من هذا المنبر السي العبيط تويجر، قلت له ودي السيد العامل راه كاين واحد التيران هنا في توريرت
خاوي كانت فيه الكنيسه تحطمت، ولكن دابا هذاك التيران حيت تهدمت الكنيسه راه ما منحقش تندار فيه شي حاجه، وهو ديال الدومين، الا شي حاجه اللي هي ثقافيه. اعطيت للسيد العامل للمشروع كذلك المجلس الجماعي بانه غادي تندار تما دار الفنان كبيره. هاد دار الفنان واش هي؟ معهد لتعلم الفن التشكيلي والخط العربي والموسيقى الى غير ذلك. يعني الشباب ديال مدينه التاور تلقاو واحد الفضاء فين يكونوا، يلقاو فين يتعلموا، يكونوا تما اساتذه غادي يتوظفوا الى غير ذلك. هزيت الدوسي مشيت عند وزير الثقافه للرباط، درت معاه جلسه عمل، عجبوا المشروع. بهذه الكلمه قال لي وزير الثقافه، قال لي انا مستعد يتبنى حتى ب 400 مليون الوزاره تدعمه. كنقول هذا الرقم كنعاودو، يعني السيد العامل حتى هو بالتنسيقات ديالو داك الشيء يعني فرح حتى هو، عجبته الفكره نجحات. جا وزير الثقافه عاين المكان صافي دار الدوسي، بداو في الفيسبوك واش تاورير تواصلت، وهذيك راه اصلا كانت حاجاكم غير زوبيه مرميه. دابا غادي تولي شي مؤسسه، هي دابا ما ولات مؤسسه وراه باقيه زوبيه. اذا وغادي وانا طرق الابواب. وعلاش استعبط هذا ذاك المشروع ما دارش؟ شنو كان المشكل بالضبط؟ علاش ما دارش ذاك المشروع؟ ذاك المشروع راه جيس كما تنوض الدوسي راه باقي مبلوك اون انستونس. اذا فوالا، وان شاء الله انايا في هذه الحكومه الجديده غادي نتحرك في ذاك الدوسي، غادي نبين المشاريع، غادي نتحرك ان شاء الله في ذاك الدوسي بالتنسيق مع السيد العامل والمجلس الجماعي لاجل احياء ذاك الملف وتوظيف ديك الارض اللي هي عباره عن مزباله، غادي تولي شي حاجه اللي هي تبارك الله متنفس للتنقيب عن الشباب والطاقات المحليه والمواهب. انا من انا سيدي كامل ما نكونش تما، انا فقط نكون غير سبب. شي بقى راه الله درنا بالطرف على الطريق درنا هذه. اذا هذا هو الثقافه اللي خصنا، ما نحاربوش الناس والرجال، ما خصناش نحاربوا الرجال. واخا يكونوا واخا يجي صهيوني تما لتاوري تيسكن ويبغي يخدم المدينه نشجعوه ونعطيوه ونعطيو له يد المساعده، يهودي امريكي مين ما كان النوع ديالو، عربي او عجمي. واش واحد السيد اللي جاي يخدم لك، ونعطيك مثال، انا دائما كيدور يقول لك وانت ماشي ولد وجده، وين المشكل؟ فين عندك المشكل؟ كون جيت من المريخ نزلت تما كان درت انا غير الحوايج، واش انا ديت شي امور درت شي حاجه ولا درت شي حاجه؟ يعني فين المشكل؟ هذه هي الثقافه التي تنقص البعض بل الكثير في مدينة التوريرت. وهناك بطبيعة الحال الناس الغيورين، هناك الناس اللي تبارك الله يبغيو الخير للبلاد والمدينة التوريرت، راه والله إذا كتلقاهم دابا النار شاعلة فيهم. راه كاين الناس أنا كنقولها وكنعاود نقولها، راني والله العظيم إلا كاين الناس اللي كيغيروا على مدينة التوريرت إذا النار شاعلة فيهم. كاين أسماء معروفة يجريو غير بالخير. نذكر بينهم غير موسى فارسي مسكين، موسى فارسي قاعد في سبنيون وهاز التليفونات ومجربش راسو وزير ليها، وداك السبيطار داك اللي زوقناه راه بالفضل ديالو والدعم ديالو ديال مجموعه جمعيه الخير، يعني بزاف ديال المبادرات اللي اندارت. اذا مثل هاد الناس وهاد الشباب وراه خصنا نكرموهم ونقدروهم وندعموهم وسميتو. والرساله الاخيره اللي نقدر نمررها وكنعاود نركز عليها، سواء في مدينه التوريرت او في مجموع المدن على صعيد التراب الوطني، للمسؤولين والمنتخبين وجميع القطاعات بصفة عامة أنهم يتصاحبوا ويقدروا ويكرموا المبدعين والمجتهدين والناس اللي باغيين الغير على ديال البلاد هذا، خصوصا الشباب. وما يبقاش عادي يجي واحد الفنان مبدع هز واحد الملف ويبقى يستنى باش يدخل عند المسؤول، لا خصو يعطيه التليفون ديالو يعيط له يقول له عندي ان بروجي، يقول له رانا نجي عندك ماشي انت اللي تجي عندي. لانه صاحب الجلاله الله ينصرو باش كيدير شي مسؤول شي بلاصه، اولا الشعب كيثيق في شي رئيس ولا في شي مجلس وكيديروا تما، راه ماشي باش يبقى يجي المواطن المبادر. انا ما عنديش الوقت باش نجي نهز ميت، انا عندي بوك دي بروجي عندي، وراه ما عنديش ذاك الوقت باش نهز ميت ونبقى نستنى انا مجلس الجهه ولا مجلس الجماعي باش نوقف في الباب ولا في العمل باش يدعموني. انا اللي كنقول ونعاود ما عمري دخلت عند السيد العامل او المجلس الجماعي كنطلب شي حاجه خاصه ليا. وانا كاع العمال اللي دازوا في التوريت كانوا اصدقاء ديالي، كاع تعاملت معاهم وكاع تبارك الله قدروني وكاع كذا يعني عرفوا المكانه ديالي. وصور واش نهار شي واحد قلت له اعطيني شي حاجه ليا انا، يعني دائما هو على ما استعبد القادر بن البشير هو من مدينة وجدة، وحرية التنقل راه حق دستوري
ما هذه غير ملاحظة، غير توضيح يعني الواحد، لأن أنا كنت عشت في مدينة تاوريرت وكنت مع بعض الأصدقاء. راه غير نعطيك واحد المثال السي عبد القادر، شحال من واحد جاي من تازة كيشتغل كنقولوا هذاك تازي، كيفاش هذاك تازي؟ راه هذاك إنسان مغربي يشتغل، وله الحق أن يتنقل يمشي لكازا ولا يمشي للدار البيضاء ولا يمشي للقلميم ولا يمشي فين ما بغى. أين المشكل بما أنه يقدم قيمة مضافة للمجتمع؟ ما نعم، كنشوفش أنا فين راه المشكل. ولا هذه هذا نقص، هذا نقص في الوعي، هذا فراغ، هذا تعرف هذه راه شيء. وشتي اللي كيقول هكذا وداس سي منصف، راه غتلقى عنده مشكل حتى في العائله ديالو. وغير تخيل انا هذه خطره في السعوديه، جا واحد السيد هو وليداته ركب على المعرض ديالي في السعوديه، اي صافي 2 سيمان، شنو غادي يقول لي؟ قال لي جولت مدينه السعوديه، وهذا راه تبارك الله معروف وجده في السبور بلا داعي لذاك الاسم عاد ديالو. قال لك جيت زرت السعوديه من القنت للقنت، مشيت للمارينا، مشيت، قال لي عيط نشوف، لقيت المعرض ديالك هو ريعه السعوديه، أكيد 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 الريئه التي تنفس منها السعوديه. اذا مين كتلقى بحال هاد الناس ما نزيدش نهضر. هذا تبارك الله شتو كان هاد النوح هادو، والله العظيم شت البلاد ديالنا، وراه تبارك الله فيها الامن، البلاد ديالنا فيها الثروات، البلاد ديالنا فيها خصك تعرف بانه المجتمع المغربي اذكى مجتمع، هذه بتصريح مجموعه ديال العلماء، اذكى مجتمع، مجتمع ذكي المغاربه. تبارك الله الشباب ديالو راك شفت فين ما كيشاركوا في شي حاجه في ارابس جوت تالنت ولا في شي حاجه، ولا كتلقى دائما الاوائل سواء في الغناء او في الرسم او في الجميع. اذا علاش ما نستغلوش الطاقات وهاد الثروات ديالنا المحليه وننميو هاد البلاد؟ علاش زعما دائما حنا كنفكروا غير حدا عينينا ما كنفكروش للبعيد؟ علاش دائما كنبقاو نقولوا فلان كما قلت انت لا جهاز يدير واحد الخير في بلا وتخيل واحد السيد جا غرس لك ورده حدا دارك يقول لي، نوض تقول له انت ولا نوض نقول له انايا، انت يا جزائري وجيت تغلص لي هاد الدار، يقول لي شنو خصني انا بهاد اللحظه؟ هذه ما ليست بتربيه لا اسلاميه ولا اخلاقيه ولا حتى حيوانيه بهذا المعنى. الحيوان لو كان تمشي تحط له شي حاجه قدام الدار الغار ديالو ولا شي حاجه، راه غادي يبقى يلحسك بيان ويفرح. شور بيان حيوان، شور حيوان اكيد حيوان، سبع سبع لو كان يعني، وتجي بنادم انسان قدو بالقداش ويدعي بانه وانت كدير شي حاجه. والمشكله اكثر من هذا، اكثر من هذا كما قلت واحد الكلمه قبيله قلتها، وها انت تعطوك ميزانيه كاع وكتبغي دير بها الخير في المدينه، دير بها حوايج في الدومين ديالك، اين المشكل؟ نوض حتى انت يا صاحبي دير واحد الملف كونو ودير جمعيه قانونيه وتحاور مع المجالس الجماعيه ومع العمالات ومع هادي وبحث ودق الابواب. انا عندي برنامج سنوي ما كنريش السي منصير، اطرق بابواب عرفت الوزاره وحتى ابواب القصر طرقتها، يعني ما من كنملش، يعني ما كنملش، يعني ريحت مع ناس ديال القصر، مع ناس ديال الوزاره، مع ناس ديال الامن، مع ناس ديال سميتو، وكلهم الحمد لله كيتقبلوا. وتخيل يعني الفن عنده واحد الدور فعال. تخيل فجيت لفرنسا اخر مره، فرنسا في باري، هزيت الورشه ديالي، مشيت قدام لا تور ايفل بديت كنرسم، يعني كتشوف واحد المنظر دوك البوليس ديال تما كيفاش كيتعاملوا معاك، ودوك الطقوس ديالهم كيفاش يبغيو يتصوروا معاك كيفاش. وتخيل يعني شو ثقافه فين كاينه. هنا يمكن ينوض مسكين شي واحد يهز العود ديالو ويريح في شي ساحه، يقدر شي واحد ما يكونش يفهم كاع مسكين في المسؤوليه واش هي، وينوض يقول له اجمع لي هذا العود ديالك من هنا، ويقول له راك لوكلي نورمالمون، يقول له راك تسنتر، وراك سنتر اش عندك ونورمالمون. وهاد الناس وهاد البعض، كنقول البعض من المسؤولين، دعوا واتركوا الساحات في المغرب كامل للشباب المواهب والطاقات ويخرجوا الابداع ديالهم، وحتى الا جاب الامر بالتيسير وباعوا وشراوا باش يدعموه، فين كاين المشكل؟ واحد وتخيل دابا مثلا انايا مثلا كنشوف مثلا الساحات ديال تاوت، ولا الساحات في وجده، ولا الساحات في السعوديه، كنتمنى نشوف واحد الساحه كلها غير المبدعين والمبدعات،
شتى الميادين، هذه ساحه ديال دوك صحاب الراب، هذه ساحه ديال دوك صحاب العود، هذه ساحه ديال صحاب الخط العربي والزجر والشعر، هذه ساحه وتخيل دابا انت تجي مثلا للسعيديه بطل الاستجمام كتمشي تبحر تخرج كل ساحه كتريح فيها واحد ربع ساعه ولا شحال غتقعد في السعيديه انت في الوقت اللي كنت تقعد انت فيها غير يومين، غتصدق قاعد شهر بحرات تكمل السعيديه، وإذا قعدت شهر في السعيديه يا ايها المسؤول اذا قعدت كان استشاف سعيديه غادي يحرك الماكله ويحرك السكن غادي يحرك مجموعه ديال الميادين، يعني غادي يكون انتعاش سياحي كبير ونشاط سياحي كبير. انا هذا هو التصور ديالي كذلك واقتصادي كذلك اقتصادي اقتصادي اكثر، يعني هكذا باش كتوصل الحوايج. من انا غادي نبقى نحارب الفنان والطاقات والمواهب ونحارب المبدعين وينوض حتى واحد بحالك بحاله من المواطنين يحاربك انت كذلك؟ إذن احنا كنخربوا بيوتنا بريوسنا، احنا كنخربوا البلاد، راه ماشي دائما المنتخب ولا المسؤول ولا العامل ولا دائما المشكل عندهم، لا لا لا، العالم قد يخطئ واذا اخطأ له اجر، واذا ما يخطئ له اجرين، هذا كذلك شأن المسؤول، راه كيجري وكيدير الحوايج، ولكن المسؤول والله العلي العظيم ويجيبوا الرئيس تلكو التوريرت كيف ما كان لونه يجيبوه من عرف من قلمي ما عارفين يجيبوه، ما يعرفوش كاع تاوريت، ويتحط في البلديه ويكونوا حنا السكينه ناس ايجابيين وكاسره واحده، نقسم لك بالله العلي العظيم حتى نقربوه راسا عن عقب، لانه راه الايه واضحه، ما يمكنش الحكومه تكون فاسده ونحن مصلحون، ما يمكنش. اخشى انني نقول الحكومه فاسده ولا المنتخب فاسد ولا المسؤول الفلاني هو فاسد، ما يمكنش نقدر نقولها. بعد انا وشنو درت لمدينتي، انا شخصيا شنو درت باش نهضر كاع اصلا؟ واش بقيت نرفع لافيته ومدي نضرب؟ لا لا لا، انا بعدا وشنو شكون هو، ما اسمي في المجتمع، واش فين الورد اللي غرسته في المدينه؟ فين التطوع الاعمال التطوعيه اللي درتها؟ فين الاشياء اللي درتها؟ بقيت غير نهضر؟ اذا خصني اذا بغينا باش المدينه ديال توريس تصلح، خصنا حنا نصلحوا العلاقات ديالنا الاولى. حتى دابا مثلا من طلع الحزب ديال مثلا ديال الحمامه اللي شاد مثلا الرئاسه ديال المجلس الجامعي، اين المشكل؟ اين المشكل؟ انا سيدي عندي السبع ما غاديش نوض ناكل الحمامه، عندي السبع ولا عندي شي حاجه ولا؟ اذا هذاك اللول اللي عندي وذاك الرمز اللي عندي لا، مجرد توضيح سي عبد القادر، مجموعة من السياسيين في مدينة توريت، هذه بين قوسين لكي نوضح للشارع التوريرتي، ينتقدون التجمع الوطني للأحرار لأن هاد الناس شفناهم مرارا وتكرارا في مدينة توريت في العديد من الأحزاب ويمارسون الترحال السياسي، هذه كانت بين قوسين، ولكن أنت لك وجهة نظرك نحترمها، وأنا أقول ماذا يقول الشارع التوريرتي، يعني أبلغ لك الرسالة من طرف سكان مدينة توريرت الذين هم منخرطون في أحزاب أخرى. نعم تفضل سي عبد القادر. أنا لا ألوم أي رمز وأي حزب اللي جا مرحبا به ونتعاونوا معه ونخدموا جميع. أين أنا بغيت، أنا السؤال المطروح، هذاك المنتخب شكون اللي طلعوا؟ طلعوا الشعب. دونك جو ني با لو دروا باش نكتيريكتيك ونكلامي، واش غادي نردوها حرب اهليه ولا ندار اللي ندار؟ اذا وقع ما وقع وكفى، اذا بدون نخدمو. يعني السي عبد القادر اللي بغى، السي عبد القادر انا فهمتك شنو بغيت تقول، بغيت تقول بان هذا المجلس تختار وهذا الرئيس تختار ديمقراطيا في اطار ديمقراطي حاجة على أكثر عدد من الأصوات ودمر رئيس مجلس. أين المشكل؟ أين المشكل؟ أنا كنقولها ولكن عاود نقولها. وسكان مدينة توريت هما وسكان مدينة توريت هما اللي اختاروا. إيه السكينة هي اللي اختارت. دونك بما أنه السكينة اللي اختارت. فهمنا التوضيح، فهمنا وي. فوالا. لا داعي لا 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 كريتيكات بزاف ولا. سي عبد القادر. لأنه شكون اللي اسمح لي سي منصف. تفضل. ضيعت الوقت. وكثرت الكريتيك وكثرت الهضره في شي حوايج اللي مثلا كتبقى مضيعه وقت. حنا دابا هذا مجلس ندار، حنا كمجتمع مدني نتفقوا ونديروا واحد الخليه، وكسكينه نديروا واحد الخليه ونديروا واحد التواصل مع هذا المجلس الجماعي دائما.
شنو احنا غادي نديروا المشاريع وكيفاش وهذه وهذه، حتى احنا نحفزوا، حتى احنا ندفعوا، حتى احنا ندفعوا شويه، ماشي غادي نريحوا الدور ونبقاو نستناو 4 سنين 5 سنين فوقاش يطيح هذاك، طيح طيح طاح طاح طيح طيح طاح طاح، هذيك اللي يضحكوا بها في الانترنت، تنطيحوا ذاك بنادم بقاو مقابلين وطيح طيح طاح طاح. اذا غادي نقلعوا ديك طيح طيح طاح طاحت ونوضوا حنا نهزوا مع خونا اللي جا ومع دوك الناس اللي جاو ونتعاونوا. انا والله لا امون نافي، والله لو كان ما تكونش كاع المعارضه كاع نورمالمون اش المعارضه، انا هاد المعارضه والله لا اعارضها لا في الحكومه ولا في المجالس الجماعيه والمحليه، انه ما معناتها معارضه، من تعارض؟ تعارض من اختاره الشعب، تعارض لكي تعارض، ونبقاو دائما احنا غير في المعارضه وإحنا ما عندناش الوقت. سيدنا الله ينصرو دار، شوف سيدنا الله ينصرو كيدير الثقه ديالو وكيخص البلاد تمشى وخص الايجابيات، ما نبقى يعني الا بقينا غير هكا غير هكا غير هكا غير هكا حتى كدوز ديك 4 سنين 5 سنين ومخلين للاعداء ديال الوطن يتفرجوا علينا وحنا مدابزين، وشكون اللي خاسر؟ البلاد ديالنا والشعب وكاف. سي عبقادر تكلمتنا على دار الفنان مدينه تاوريت ومدينه كرسي في التمويل ديالهم، إذا كان ممكن كيف تم وبأي طريقة وما المصدر؟ تمويل 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 من مالي الخاص، هي حتى كرسيف مؤخرا كريت لابارتمون تما كريتها ب 2500 درهم مؤقتا وهي ب 3000 درهم من مالي الخاص، دابا لمدة 7 ولا 8 شهور، ياك 7 ولا 8 شهور، وفيها أستاذ ديال ليطا اللي كيقري تما وكنخلصو انا من جيبي، وفيه مديره دار الفنان، يعني هذا كامل وزائد شيء من الماتريال والتأطير الى غير ذلك كله من مالي الخاص، يعني اجاهد اجاهد، يعني لدرجه انه بعد كنشكر واحد الدكتورات واحد الطبيبات تما في مدينه كرسيف حسوا بيا بحال اللي شويه داك الشيء سميتو، نظرا لي كاين اللي خلص دابا 5 شهور بثمن رمزي، انا كان تما رمزي كتقول لك انا نعاونك، انا ما غاديش نعتبر راسي خلصت، هذه معاونه. مثلا هذاك الرقم الرمزي اللي داروا مثلا باش نجيبوا الماتيريال ولا شي حاجه ولا ما كافيش ما كافيش قليل بزاف. اذا كنصدق انا كنخلص الكريه من عندي، كنخلص الاستاذ من عندي من مالي الخاص، وشنو داروا هاد الطبيبات؟ ناضوا كل وحده هذاك الثمن المبلغ الرمزي جمعاته، بحال اللي قالت انا 5 شهور غادي نعطيها سميتو هذه باش خايفين تريد ديك المؤسسه، وانا كنقول ان شاء الله رحنا نجاهدوا ونكافحوا على اساس ما ترد ما تريدش. اذا كريت من مالي الخاص والحمد لله خلص مالي الخاص، ولكن الله سبحانه عز وجل ما يخيبش اكيد، وهذا الشيء كله بالنسبه لي انا كنعتبر راسي بان الحمد لله ربي خلقني ودرت حويجات واخا من دمي، ولكن ما خسرش لانها بلادي، ومن استفاد؟ شعب مغربي نظيف والحمد لله رب العالمين. تكلمنا سي عبد القادر باش ما نطولوش عليك على المشاريع المقبله ديالك، وواحد النقطه الا بغيت توضحها لنا، واش نقدروا نشوفوا سي عبد القادر بالباشير بمدينه دبدو؟ بالنسبه للمشاريع المقبله يعني اللي اقربها وهو المهرجان أو النسخة الثالثة من المهرجان الثقافي والتربوي لمدينة لإقليم توريرت لمدينة توريرت، اللي غادي يحتضن مجموعة من الشباب والطاقات الإبداعية في الاختراع والعلم وإلى غير ذلك، اللي حصلوا على جوائز وطنية ودولية، غتحتضن مدينة توريرت غادي يتم التكريم ديالهم. هذا هو المشروع اللي غادي يكون قريب، الغرض من هذا هو تحفيز الشباب على الدراسه وكذلك والابداع الى غير ذلك، وهذا يعني تبع للنجاح اللي نجحوا فيها المهرجانات السابقه. اذا هذه النسخه الثالثه ان شاء الله باش تندار، ان شاء الله احنا كنديروا لها واحد الخطه استباقيه ان شاء الله باش انها تخرج لحيز الوجود، نتمنى ان شاء الله باش يشاركنا المجلس الجماعي الجديد وكذلك عماله الاقليم الى غير ذلك، من نطلب الله بزاف ديال الناس اللي يدعمونا ويحتضنونا باش ان شاء الله تخرج هذه النسخه بواحد الطريقه اخرى ان شاء الله، بواحد المقام عالي اكثر، اللي غادي ان شاء الله ندعموا فيها مجموعه ديال الشباب، كنقصد الشباب لانه الشباب هو اللي غادي يرفع يهز الشعله ديال التنميه والرقي بالبلاد ديالنا. اذا الشاب من كيلقى انك جيت كجمعيه واحتضنته او كدار الفنان وكرمته
يعني غادي يحس براسو بانه راه في دار الكرم، غادي يحس براسو بانه غادي يزيد يجتهد، وحتى الطرف الاخر اللي ربما كان ضعيف شيئا ما في مثلا في الدراسه ديالو او في، غادي يتحفز حتى هو، غادي يشوف ذاك العرس، وغادي حتى هو يبقى يتمنى يحضر العرس الجاي ان شاء الله. وهذا هو اللي غادي ان شاء الله يخلق لنا واحد الجيل اللي هو صاعد متالق. الغرض من هذا هو التحفيز دائما والتكريم والتقدير. بالنسبه لمدينتي دبدو، بطبيعه الحال دبدو مدينه اللي خصها الالتفات اكثر. دبدو سبق لي انا درت فيها مجموعه ديال الانشطه فنيه في عين سبيليه الى غير ذلك وورشات. نتمنى ان شاء الله دبدو اننا ان شاء الله خلال على الاقل في مهرجان من المهرجانات اللي ان شاء الله نقدر ننظموها كدار الفنان، اذا تشملها مجموعه ديال الاشياء، من بينها اعاده بناء المآثر التاريخيه والالتفات اليها بطبيعه الحال، نطلق الابواب للمجموعه ديال كما نقولوا المؤسسات اللي هي مختصه في هذا المجال، كذلك الالتفات الى اعطاء لون جميل لمدينه دبدو، كذلك النهوض بها في المجال السياحي، خصوصا لانه احنا كجمعيه فنيه ولا كدار فنان وكديزارتيست، يعني عندنا دور فعال في احياء وتنشيط المجال السياحي من خلال تلك المهرجانات. ومن هذا الباب كنشكر السي الحمداوي ومجموعه ديال الجمعيات في مدينه دبدو اللي هي كتنشط وكتولي تحيي المدينه ديال دبدو، كتولي فيها واحد الحركه، ولكن نتمنى ان شاء الله انه تندار فيها، خصوصا انه غادي ان شاء الله تنطلق فيها دار الثقافه، اذا تكون فيها ورشات وفنيه اذا سنويه، ماشي فقط يعني موسميه، بغيت نقول تكون على العام، يعني تتماشيا مع الطقوس ديال مدينه دبدو. ونتمنى ان شاء الله يكونوا فيها يعني دي زوتيل بزاف ديال دبدو، منبع سياحي وثقافي وتراثي يعني اللي ماشي سهل. نتمنى ان شاء الله باش التفتوا له كاملين، ماشي غير فقط كفنان، بل هناك مجموعه ديال الايادي النظيفه اللي تقدر تساهم في احياء مدينه دبدو. وكنشكر من هذا المنبر الساكنه ديالها اللي عندهم واحد الصبر جميل ودائما متفائلين، ودائما حتى هما عندهم واحد اللمسه، غير انه ما كافياش. سي عبد القادر، اللي كاين نختم النقاش، ثلاث كلمات اعطيهم لنا في كلمه او كلمتين. تفرنت. تفرنت منبع سياحي ومحطه سياحيه مهمه جدا. نتمنى ان شاء الله اننا يكون واحد التنسيق اقليمي، وتكون واحد الزيارات يعني على الاقل من الاحد لاحد، تكون مواسم وحلقات، وتكون بزاف ديال بحال ذاك الشكل ديال الوعده، يعني تكون انشطه ثقافيه فنيه، يكون تجاره، تكون تجارات، تكون حوجات، يعني يحاولوا حنايا كساكنه ديال اقليم توريد اننا نبقاو نلتفتوا لها، ونبقاو نمشيو ان شاء الله هنا نحيوها بدوك الزيارات ديالنا. شوقي زغلول. شوقي زغلول من أحسن الرسامين العرب في العالم، في الوطن العربي. أنا يا ما غاديش نقول لك من أحسن الرسامين. لا أنت لا، دابا أنا لقيته في لا ليست دايرينه من أحسن الرسامين، وأنت راه عندك أنت غادي تقدر أنا تنتقده. أنا 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 والله العظيم أنا أحترم كل رسام، والله العظيم أنا ما عرفتوش، ولكن أحترم كل اسم وكل فنان. أوكي. لأنه الرسم الفن التشكيلي خصوصا ما فيش احسن، ما فيش مرتبه اولى وثانيه، لانه راه من الصعب جدا انك الا قلت احسن فنان احسن رسام، لان الا قلت احسن رسام والرسم راه فيه بزاف ديال المدارس، فيه التجريدي الانطباعي السوريالي التكعيبي بزاف الواقعي، اذا كي غادي ندير نقول لك من احسن، بل انا اقدم له تحياتي من هذا المنبر، وأقدم سلامي لكل فنان مبدع، وخصوصا الأسرة التشكيلية الفنية التشكيلية، لأنه كيف قلت الفن التشكيلي هو مجال ديال واحد المبدع اللي إلى
رقص بأنامله في مكان، تبقى تلك الرقصة خالدة ومعلمة. هذا هو اللي كيكون الفرق ما بين الغناء والتشكيل والفن التشكيلي. الغناء قد يغني المغني أو الفنان في تلك الخشبة، صحته إلى خدا أو أموال الله يزيده، ولكن عندما يمشي هل تبقى الآثار؟ لن تتبقى الآثار، بل الفنان التشكيلي على اللي بغيت نقصده كنولي نعاود نقولها ونعاود نقولها، خص ندير مهرجانات وتعطى الأموال للفنانين التشكيليين باش يخدموا هذه البلاد بهذا المعنى، وغادي توقع عليها واحد الهجوم سياحي كاع بوحد كاع باش تندعش البلاد. هذا يعني نقولها ونعاود نقولها، راه والله مازال ما تشوفش ودي سي منصف، ساحات مملوءه بالمبدعين والمبدعات، والحيوط يرسموا فيهم، والسويطرات يرسموا فيهم، الحبس يرسموا فيه، كل شيء سميته، عارف اللي مازال ما فهموش الميساج حقيقي، لانه شكون اللي كيجعل البلاد كتحرك؟ وهي السياحه. الناس فين غادي تجي؟ فين تجي تصور؟ فين تجي تاكل؟ فين راه خصها فين تجي؟ اذا هذا هو. وشكرا كنشكرك جزيلا السي سي عبد القادر منصور، على هذا الحوار الشيق وعلى تقبل الدعوة، نتمنى أننا نشوفك المرة المقبلة في حوار آخر. كنشكرك، بلغ السلام للعائلة، لأبنائك، أقربائك، جيرانك، ولكل سكان مدينة توريد. يوم الأربعاء سنستقبل البرلماني المثير للجدل السيد عبد العزيز أفتاتي، ومن بعد سنستقبل الرئيس السابق السيد البشير بوخريس. السي عبد القادر بالبشير، عموم سكنة مدينة تاورير تحبك، نشكرك، بلغ سلام للكل، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة. ليلة شكرا سعيدة. جزيلا الاخ موسيقى، ليلة سعيدة، تبارك الله عليكم، شكرا. آخر كلمة تفضل، باغي تقول شي كلمة حسيت بحال، اخر كلمة، تفضل. الله يحفظك اخويا منصف، والله افيك يبارك غون فيك، بليزير ولنا الى لقاءات اخرى. إن وكيف شاء قلت لك، الله. سبحان الله العظيم، والله انا ما كنت مستعد لهذا اللقاء لولا انك طلبتني، وكنحشم منك ورجل طيب مرحبا، وصديق عزيز، واسمح ابن لينا. صديق لي واخ ديالي السي عبد اللطيف الرامي، وانت تبارك الله اسره طيبه وعائله راقيه ومثقفه. بارك الله فيك. ان كيف قلت لك راه بزاف ديال اللقاءات اللي ما نقولوش رفضتهم، ولكن ما كنتش مستعد لهم نظرا لظروف هذه، وارتأى الله سبحانه وتعالى ان ندير هذا اللقاء. ولو كان كنت واحد الانسان اللي كما نقولوا كما قال بزاف ديال الناس اللي اناني راه ما باش نتقبل هذا اللقاء. علاش؟ لانه فقط غادي حق غادي يهم في توريرت، هو حيت عندي جو تخي انتيغيسي بتوريرت تقبلت انني نتكلم معك على توريرت. الرسالة وصلت بالنجاح، وأسلم على الأخت اللي أعطتنا الفرصة أننا نتحدث معك بعد المشكلة على الإنترنت. شكرا جزيلا، الله تبارك يحفظك الله. أخي ليلة مصطفى، سعيدة لكم، وشكرا ليلة جزيلا سعيدة، للأخ عبد مرحبا القادر. مرحبا. نهارك مبروك.